يا رب تعين أهل تميل على شوف القمر، لأن صراحة أنا حاجز باكر بالليل، حاجز يوم الجمعة، فما أبي أسافر قبل العيد. شغالة هي؟ شغالة السيارة ها؟ شغالة. هذه بس 2023 لاند كروزر. نعم. جماعة 2022 مساكين ها؟ 2023 بس يشغل السيارة بالتطبيق. اللاند كروزر 2023 في تشغيل عن بعد من خلال التطبيق. بضغطة زر بس شغل السيارة. العجيب ان 2022 ابدا ما في حتى لو مهما تسوي له، مع العلم ان هذا في اكس ار وهذا جي اكس ار، يعني هذا اغلب واجد، بس مع ذلك بس فرق سنة تقدر تشغل عن بعد، تقدر تشوف التواير كم الهواء فيهم، تقدر تطفي السيارة مثل ما تشوف بكل بساطة، وغير كذي تقدر تشوف رحلاتك السابقة، وين رحت ها، خريطة وين رحت، وين جيت، يبين كل شيء، حتى البطارية، حتى البنزين، كم نسبة البنزين، ايش كثر الممشى، كل شيء. هذا الممشى ولا شنو هذا؟ اتوقع ممشى. كل شيء يبين. غير كذي 2023 فيهم هذه اللي تميزهم، اما 2022 يميزه ان هناك مكتوب 70 سنه، هذاك شعار 70 سنه. اما الفي اكس ار عن الجي اكس ار، ابرز شيء يميزه الاضاءه، زائد اعتقد عدد الكاميرات، صح شباب؟ عدد الكاميرات، زائد ان الفي اكس ار لو تلاحظون هني نيكل، هني لا، هني اسود، هني نيكل، بس هذه الاشياء البسيطه. زائد لا، في نقطه مهمه، الجام هني الجام دبل، هني الجام لا اقل، فالعزل اكثر في الفي اكس ار. زائد طبعا الكشنات تكون غير، ممكن تفتحها لو سمحت. حجم الشاشه نفس الشيء. اعطني متى النافيجيشن، صح، والتدفئه والتبريد. انا افتح الليتات. هذيك سلمك الله الجي اكس ار فيها بس تهويه، هذه لا فيها تهويه وفيها تسخين، يعني هذه فيها تدفئه وتبريد، هذيك فيها لا بس تهويه. زائد ان النافيجيشن فيها، والنافيجيشن صراحه ما يسوى عادي، الله يدام، يعني صراحه اليابانيين ما ادري شلون يفكروا. كذلك الفي اكس ار فيه هني الشاشه هذه تكون اكبر، هذيك الشاشه تكون حيل صغيره، هذه فيها معلومات اكثر، زائد ان اللي ورا قاعد ورا في تدفئه وتبريد بالكشنات، حتى كشنات الفي اكس ار يكون غير. اما من ناحيه القياده، الفي اكس ار والجي اكس ار في فرق؟ نعم في فرق، انا سقتهم اثنينهم، واذكر مره قعدنا بالليل بالمزرعه بس نركض ندش ناخذ هذه لفه وهذه لفه ونشوف الحفر. الفي اكس ار سكانه اخف، الفي اكس ار فيه نفس الهيدروليك بس الحين يسمونه نظام التعليق مختلف تماما، متطور اكثر بالفي اكس ار اكثر من الجي اكس ار. لا تروح ويانا معسكر طبي يا ابو عايد، معسكر رياضي. اسمع شوي انا والله ابو عايد، لا تمتحنوا انفسكم. ليش؟ شفت اللي انا بروح له؟ والله يا معسكري ها امشي اكثر منكم. وين بتروح؟ ولاو امشي بالفقع على القط، الفقع 10 كيلو وانت تلقط فقع. يا سلام، وخيش فوق. يا سلام، لا والله لا معلش، لا انت اذا ما صارت خيشتين ما سكر 10 كيلو هذا مفيد الوحش، هذا ابو عايد مفيد الوحش. الله يردك سالم، الله يسعدك، ان شاء الله. آمين. امين امين، الله يرحم والديك. يا هلا والله، حق تركيا الحين طبعا الفقع، الحين الناس ما يدرون، عبالة موسم الفقع خلاص ما يدرون، تو يبلش. شوف شوف شوف، هذه فقط حق تركيا الحين، هي قويه. ليش القاع هناك عندهم قويه حيل؟ اي منطقه عادي الناس يسالون ولا ما تعلم؟ لا اسرار، رفع عليك. ها لهم لوكيشن، كفو كفو كفو، عندي لوكيشن بس، كفو كفو. اللي يا جماعه اللي يبي فقع، اللي يبي فقع في تركيا وياسكي شاير. متى الرحله تبدا؟ بعد 6 شهور ان شاء الله. بعد يعني خلينا نقول بعد اسبوع. ابو عايد بعد اسبوع معاه سلاحه. أيوة. وين فقع؟ رحله فقع في تركيا. الله يوفقك. الله يوفقك يا حبيبي.
كفو 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 وصلتين حدهم حدهم مستانسين ومستانسين. حاول تبي هذا ورني 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 بنا هذا انت الهديه الحين الحين تطبيق ثيله يا جماعه مو سوين مو في عرض قبل كم يوم تشتري اكثر من 20 دينار يعطونك هديه الهديه هذه الهديه هذا الحين بطلها ونشوف شنو هديتنا فهذه والله ابشري والله ابشري والله والله التب الله 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 صرتي بطة ها؟ صرتي بطة الله 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 أنا جوجو أنا ها جاهزة؟ يلا كافي روح يا السلام يا السلام والله خوش بك هاي تتفخر طلعيني 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 يا السلام ها جاهزة؟ بعض العيال خصوصا الصغار يستانسون مرات بالالعاب اكثر حتى من العياد بالنسبه لهم ما يعرفون الفلوس تيلا مثل ما تدرون صار لهم فتره ولغايه 25 الشهر اي فاتوره تشتريها من تطبيق تيلا العاب تيلا اكثر من 20 دينار راح تلقى فيها هديه اضافيه الهديه شنو اما تكون بلاي ستيشن حط عند في بلاي ستيشن اكثر من واحده وفي ايفونات وفي ايفون خاص بس حق اللي يستخدمون كودي يعني الكود اللي يستخدم الكود هذا ينزل عليه خصم 10% زائد انه بس في ايفون خاص حق هذا الكود زائد انه في ايباد وفي كثير من الالعاب مسابح كبار العاب راح يكون معاهم هديه فانت تشتري ب 20 دينار والهديه انت حظك افضل مشروب صراحه من وجهه نظري اذا عندك مناسبه عند انا بالنسبه لي باكر العيد مثلا شراب العسل هذا من 3 بيس والله العظيم انه لذيذ ماي بارد جدا هو ترى يشرب ماي حار ماي بارد بس انا اقول لك مع ماي بارد جدا مجرد عسل هيل وزعفران شيء طيب جدا ولذيذ تعبي كذي مع ماي بارد وانتهى الموضوع ضيف عليه ماي شوي وتذوب العسل بس وبعدين ضيف عليه ماي بارد يكون كذي مستعدين باكر باذن الله حق شراب العيد والله بسميه شراب العيد عيد مبارك. عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك شكرا رمضان كله فطور ما شاء الله تبارك الرحمن ثانك يو فيري ماتش والله لما صرت مطوع عشان ما صار احسن مبروك ابو سالم عيد ما غيرت رايك لا. يا اخي تعالوا يا كنت يا يا اخي تعالوا يا والله العظيم رحله جميله ما اقدر تصلح لك ما اقدر متى ترجع اسبوع زمان يا اخي لا ما اقدر تقدر طفي الكاميرا بكشنا لا تقدر